تقترح عزلهن. أقبلت سمكة فضية على ثلاث سمكات فحيتهن من بعيد، ثم أمعنت النظر في الأشياء الغريبة السابحة في الماء وسألتهن: من أين يأتي غذاؤكن؟ من القناة حيث تلقى فضلات متنوعة. أنصحكن بالابتعاد عن هذه الجهة حتى لا تتعرض صحتكن إلى الخطر. إلى أين نذهب؟ إلى أعماق البحر. أخذت كل واحدة من السمكات الثلاث تنظر إلى صاحبتها، ثم اتفقنا على الرحيل معها، وما هي إلا مدة قصيرة حتى انتهينا إلى مقر السمكة الفضية. فاجتمعت حولهن الأسماك وأخذنا يتساءلن عن سبب نصول لونهن. فقالت السمكة الفضية: لقد أصبح لون هذه السمكات باهتا لأنهن كن يعيشن في ساحل ملوث. فقالت سمكة حمراء: أقترح عزل السمكات عملا بقواعد حفظ الصحة حتى نتأكد من سلامتهن قبل أن يختلطن ببقية الأسماك في هذا المكان النظيف، فقد تكون إحداهن مصابة بمرض معدن فتحدث كارثة لا قدر الله. فأترقت السمكات الثلاثة، ثم قالت إحداهن: ما دام الهدف من عزلنا صحتنا وسلامة غيرنا فإننا لا نرى مانعا. أقامت السمكات في مكان نظيف ومعزول توفر فيه الغذاء والأمن، وما مضت إلا أيام قليلة حتى أحست اثنتان بالخفة والنشاط ولمع لونهما، أما الثالثة فظلت على ذبولها ونحولها. أكتشف. أقرأ النص ثم أحدد الشخصيات والمكان الذي تتحرك داخله. الشخصيات: السمكات الثلاث، السمكة الفضية، السمكة الحمراء، والأسماك الأخرى. المكان الذي تتحرك داخله: أعماق البحار. أتفاعل مع النص. لماذا نصحت السمكة الفضية السمكات الثلاث بتغيير مكان عيشهن؟ أقرأ من النص ما يدعم إجابتي. نصحت السمكة الفضية السمكات الثلاث بتغيير مكان عيشهن حتى لا تتعرض صحتهن إلى الخطر. أنصحكن بالابتعاد عن هذه الجهة حتى لا تتعرض صحتكن إلى الخطر. هل وافقت السمكات الثلاث على اقتراح السمكة الحمراء؟ أقرأ من النص ما يدعم إجابتي. نعم، وافقت السمكات الثلاث على اقتراح السمكة الحمراء. فأترقت السمكات الثلاثة، ثم قالت إحداهن: ما دام الهدف من عزلنا صحتنا وسلامة غيرنا فإننا لا نرى مانعا. للمكان في هذا النص تأثير واضح في الشخصيات، أبين ذلك. أقامت السمكات في مكان نظيف ومعزول توفر فيه الغذاء والأمن، وما مضت إلا أيام قليلة حتى أحست اثنتان بالخفة والنشاط ولمع لونهما، أما الثالثة فظلت على ذبولها ونحولها. أبدي رأيي. أختار شخصية أعجبتني في النص وأعلل اختياري. أعجبتني شخصية السمكة الحمراء لأنها سمكة حكيمة تبغى الخير لغيرها.